بعد التعب والقيود يلي كانت علينا، بعد المرض والمشاكل الصحية اللي خوفتنا، بعد عام كان في كتير من المشاكل المالية، كوارث، أحداث أليمة وظروف غير مسبوقة. صار وقت لعد العكسي لنفتح باب السنة الجديدة، نعرف كيف رح تمشي أمورنا، جاهزين لنتفائل شوي ونخاف يمكن أكتر بشوي. نشوف كيف رح تكون حظوظنا بسنة 2022 حلوة أو لا. لا تعرفوا شو ناطركم بعام 2022، تابعوني أنا منير الشيخ على كيو ميديا.